أغنية جميلة ورائعة مشاهدي الكرام، في حب القائد والوطن، يعني مقاطع جميلة حقيقة من ضمن هذه الأغنية الوطنية على سبيل المثال، والشعب بالحب يهتف له وصادق الدعوات يهدونا برؤية السلطان وبعهده عمان تبقى در مكنونة. اضطريت أن أكتب هذه الأبيات لأنها فعلا أبيات جميلة ورائعة تلامس القلب وتعبير عن الولاء والوفاء أيضا للقائد المفدى ولهذه الأرض الطيبة. ودائما نقول ربي يحفظ عمان وأيضا قائدها المفدى بإذن الله. إذن مشاهدينا الأحبة، في هذه المساحة الحوارية الأولى الحديث سيكون عن السمنة وارتباطها أيضا بالأمراض المزمنة. أعتقد موضوع السمنة أيضا الآن انتشر جدا سواء كان في السلطنة أو حتى في أنحاء دول العالم. راح نتحدث أكثر عن أيضا السمنة مع ضيفنا الكريم الدكتور يعقوب بن سليمان اللويهي، اختصاصي طب الأسرة بمجمع الرستاق الصحي. أهلا وسهلا بك دكتور، وصباحك خير معنا في برنامج قهوة الصباح. أهلا وسهلا ومرحبا، صباح النور، واشكر قناة سلطنة عمان على الاستضافة في هذا المكان الرائع. يا مرحبا بك دكتور، واحنا سعداء ايضا بوجودك اليوم معنا في برنامجنا كأول الضيوف في حلقة اليوم وكأول الضيوف ايضا في حلقات هذا الأسبوع. عموما راح نتكلم اليوم عن السمنة، ومثل ما نعلم جميعا أن المؤسسات الصحية في مختلف دول العالم أيضا تدق ناقوس الخطر في ارتفاع النسبة للأسف الشديد فيما يتعلق بالسمنة وأمراضها ومضاعفاتها وما شابه. لكن قبل أن نتوغل في عمق كل هذه التفاصيل، جميل أن نعرج للمشاهدين الكرام من باب التذكير والتأكيد عن السمنة كمفهوم طبي صحي من قبلكم. طبعا بداية الأمر مثل ما ذكرت، موضوع انتشار السمنة على مستوى العالم ومستوى سلطنة عمان بشكل أخص، فإذا جينا نعرف السمنة بشكل مختصر أو بلغة بسيطة، هي زيادة مفرطة في كمية الدهون الموجودة في جسم الإنسان، ولكن ينبغي أن نعلم أنها أصبحت تصنف على أنها مرض وليست عرض. يعني إذا الحين ليس القلق بشأن المظهر الجمالي أو الشكل الخارجي، ولكن هي مرض لها أسبابها وأعراضها وعلاجاتها وهكذا. أحب أن أذكر أن وصلت النسبة لانتشار السمنة أو الوزن الزائد والسمنة في سلطنة عمان إلى يعني نسبة تعدت 60%. طبعا هذه النسبة عالية مرتفعة، يعني من بين كل 10 أشخاص هناك 6 منهم إما أن يكون عنده وزن زايد أو سمنة، وطبعا هذه النسبة مرتفعة جدا تعتبر. يعني إيش سبب زيادة هذه النسبة دكتور؟ يعني 60% تعتبر نسبة جدا عالية، ونشاهد حتى الآن الأطفال يعانوا أساسا من السمنة. أنا ما بس أشوفها عالية إلا وخطيرة بعد فينا. خطيرة صحيح فعلا، حتى هي على في قاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، يعني قرابة 2 مليار شخص يعني مصابين بالوزن الزائد أو السمنة. ولذلك نجد أن الأسباب قد تكون متشاركة، يعني في عوامل مشتركة، طبعا في عوامل وراثية، في جينات يعني مرتبطة بموضوع السمنة، ولكن في عوامل أكثر شيوعا كأنماط الحياة الغير الصحية، من التغذية، من الخمول البدني، من الضغوطات النفسية، من مشاكل النوم، هذه كلها تؤدي إلى الإصابة بمرض السمنة. وتقريبا يعني على مستوى، مش فقط على مستوى سلطنة عمان، ولكن حتى على مستوى العالم قد تكون هذه العوامل المشتركة فيما بينهم. نعم. اتفق تماما. طيب الدكتور، قبل شوي كنت تتكلم عن السمنة وذكرت أيضا زيادة في الوزن. نعم. الأشخاص الذين يعانون من السمنة وكذلك أيضا يعانون من زيادة الوزن. فعلا. جميل أيضا أن نفرق ونوضح هذا الفرق للمشاهدين الكرام. طبعا هذا يعني ياخذنا الى موضوع تشخيص السمنه، يعني متى نصف الشخص او متى نصنف مرض السمنه. في معادله بسيطه او تسمى مؤشر كتله الجسم. جميل ممتاز. طبعا هذا المؤشر ممكن نطبقه على اغلب الناس، وان كان فئه قليله يحتاج الى معيار ادق من هذا، ولكن لعامه الناس ممكن نستخدم هذه المعادله لتشخيص مرض السمنه. بالضبط. فاذا كان العدد هو معيار الطول مع الوزن، ففي معادله حسبه بسيطه، يعني فاذا كان الرقم اكثر من 30 يصنف الشخص انه مصاب بالسمنه. اكثر من 30؟ اكثر من 30. نعم ممتاز. طبعا في التصنيف في معدل اقل من الطبيعي. أيوة. في المعدل الطبيعي، بعدها الوزن الزائد، بعدها السمن من الدرجة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. إذن درجات هي؟ في درجات. نعم.
وطبعا المضاعفات والمشاكل الصحيه مرتبطه يعني ترتفع كلما ارتفعت من درجه الى درجه. يعني حتى الناس المصابين بالوزن الزايد هم يعني عرضه نفس الشيء للمشاكل الصحيه، وان كان كلما ارتفع معدل كتله الجسم ارتفعت المخاطر اكثر. نعم. طيب دكتور، الآن يعني تعتبر السمنة المسبب الرئيسي للأمراض المزمنة، هنا نتحدث أكثر، ما هي الأمراض المزمنة التي لها علاقة وأيضا ارتباط بالسمنة؟ طبعا يعني هنا المشكلة في موضوع يعني مرض السمنة، هو مرض ولكن له ارتباط وثيق بكثير من الأمراض المزمنة الأخرى يعني والمشاكل الصحية الأخرى التي قد يعني يكون ممكن أغلب أجهزة الجسم في الإنسان يعني تتأثر بموضوع السمنة. طبعا أشهرها الأمراض اللي يسموها أمراض العصر، أمراض السكر والضغط والكوليسترول، أمراض تصلب الشرايين، أمراض القلب، مشاكل في الجهاز الهضمي، في الجهاز الحركي، حتى مرتبط بأكثر من نوع من أنواع السرطانات يعني. نعم. وأكبر يعني مثال أيضا موضوع الفترة الحالية، موضوع كورونا، اتضح أنه في ارتباط وثيق ما بين السمنة وما بين ارتفاع نسبة الخطر للمصابين بفيروس كورونا يعني. فسبحان الله مرض السمنة يعني مرتبط بعشرات المشاكل الصحية والأمراض الصحية الأخرى، يكاد ما في يعني جهاز في الجسم الا السمنه لها دور فيه يعني. نعم. ولذلك ايضا يقال ان المعده بيت الداء. نعم. نعم. وفي ذات الوقت قد تكون فيها نوع من الدواء ان حافظنا فعلا على الالتزام بالانظمه الغذائيه الصحيه بمختلف ايضا واحد مثل ما يعرف المشاهدين الكرام. لكن قبل هذا وذاك ايضا جميل ان نعرج على نقطه ومحور جائحة كورونا كوفيد-19، الكثيرين أو الكثيرون صاروا في منازلهم، وبالتالي صار هناك طلب متزايد. صحيح. على مختلف المواقع، طلبات التوصيل الغذاء وغيرها، والزيادة المفرطة أيضا في تناول الغذاء والوجبات في مختلف أشكالها. أتوقع النسبة ارتفعت نوعا ما، صحيح؟ في الحقيقة يعني واضح أن نسبة الوقت التي تم قضائه في الفترة الأخيرة في البيت أصبحت أكثر من الخارج يعني بحكم الالتزامات وكذا، ولكن دعنا ننظر من زاوية أخرى، من نظرة إيجابية أكثر. نحن قلنا أن أحد أهم يعني العوامل والأسباب اللي هي أنماط الحياة غير الصحية من تغذية. صحيح. ومن نشاط بدني. فربما يعني الجلوس في البيت قد يعطيك الفرصة أكثر أنك تنتبه لمسألة الحمية، حيث أنك قد تشرف على مسألة الوجبات اليومية، تقلل من استهلاك الوجبات السريعة، ممكن أن تراقب مصادر الغذاء اللي يعني يتناولها أفراد البيت، فهي فرصة. إذا نستثمر فترة المكوث هذه. أيوة. بأشياء إيجابية. نعم. الشيء الآخر بموضوع النشاط البدني، يعني لا يلزم أنك تتمارس النشاط البدني خارج البيت، ممكن ممارستها حتى في داخل البيت. بالضبط. حتى بأدوات بسيطة يعني مثلا يعني التوصيات الطبية دائما توصي بما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني. نعم. في الأسبوع، بالإضافة إلى يومين من تقوية العضلات. لو جينا لهذه التوصية ممكن تطبيقها حتى في البيت، يعني بعض الناس عندهم السير هذا اللي ممكن يمشوا عليه، يعني بعضهم حتى في ساحة البيت أو طلوع الدرج. بالعكس يعني لو نلاحظ أن حتى فئة يعني السمنة أصابت فئة الأطفال، طبعا هو أصاب جميع الفئات، فربما كانت فرصة أنه يستغل اللعب مع الأطفال كنوع من النشاط البدني يعني، وسحبهم من موضوع يعني تمضية الوقت مع الأجهزة الإلكترونية وكذا يعني. بالضبط. في نفس الوقت أيضا يعني كثير من التمارين الحين في قنوات اليوتيوب وكذا، ممكن استغلالها تطبيق كثير من التمارين وأنت في البيت حتى بأدوات بسيطة يعني، وما تستدعي حتى يعني أقل الإمكانيات، يعني ممكن تطبق كثير من هذه التمارين وأنت في البيت. نعم. فلو ننظر من زاوية أخرى يعني حتى يعني الوقت اللي يتم قضائه في البيت ممكن استغلاله بشكل أفضل. جميل. أيوة. والمحافظة على مسألة الوزن والوقاية من موضوع السمنة. نعم. يعني قرأت قبل قليل أيضا دراسة في أحد الدول أن الأشخاص اللي صار فيهم كورونا كان السبب الرئيسي موضوع السمنة وأيضا الضغط وارتفاع السكري، واعتقد أن كل هذه الأمراض جاءت بسبب السمنة. صحيح. طيب هنا نتحدث أكثر أيضا دكتور، هل الجينات الوراثية أيضا لها دور في زيادة الوزن وموضوع السمنة؟ طبعا في عوامل وراثية مرتبطة بموضوع السمنة، والخصائص الجينية موجودة يعني ثبتت ارتباطها بموضوع السمنة، ولكن يظل الشائع هو الشائع يعني.
لانه يعني مثل ما ذكرت سابقا يعني مشكله السمنه مشكله عالميه، والعوامل المشتركه فيما بينها، صحيح ان العوامل الوراثيه والخصائص الجينيه موجوده يعني بارتباطها بالسمنه، ولكن لو نرى ان العوامل انماط الحياه قد تكون هي المتصدره في يعني في الاسباب المؤديه للاصابه بالسمنه. جميل، ممتاز. طيب دكتور، جميل ان نختم هذا اللقاء بنصيحه وبرساله ايضا توجهها لكل المشاهدين والمشاهدات فيما يتعلق بضروره فعلا الالتزام بتناول الاغذيه الصحيه، او ينتبهوا شويه على على نفسهم ويمارسوا ايضا رياضه بشكل منتظم. فعلا يعني النسبه هذه اللي احنا ذكرناها 60% حقيقه يعني نسبه مرتفعه جدا، يعني وان كان يعني في طرق العلاج تم التوصل الى كثير من الادويه، والحين في تدخلات جراحيه حتى يعني، ولكن لا يمكن ان تطبق كل هذه العلاجات على هذه 60%. صحيح. فنروح ونرجع نتكلم عن انماط الحياه الصحيه، لابد ان ننظر الى اسلوب الحياه بشكل عام، ومشكله بهذا الانتشار لابد ان يتم تسليط الضوء عليها والاستثمار لرفع الوعي. ممتاز. لان هذا يجنبنا الكثير من التبعات الاجتماعيه والماليه ومشاكل صحيه اخرى، ولا يمنع حتى انها تدرس في المدارس يعني مشكله مرض السمنه، لان حتى الاطفال الحين المعدل في ازدياد في مشكله الاصابه بالسمنه، فلا بد ان نعيد النظر في مساله نمط الحياه الصحي، لانك انت بهذه الطريقه تعالج يعني انت الحين تستهدف السمنه ولكن بطريقه او باخرى تستهدف كثير من المشاكل الصحيه. اتفق تماما. نعم، شكرا لك الدكتور يعقوب بن سليمان اللويهي اختصاصي طب الاسره بمجمع الرستاق الصحي. نتمنى بالفعل ان جميع هذه الرسائل والاضاءات توصلت للمتابع الكريم، ونتمنى ايضا من المتابع انه يتقيد بالفعل بكل هذه الممارسات الصحيه عشان تكون حياته صحيه دائما باذن الله وتكون للافضل. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. شكرا لك. إذا مشاهدينا الأحباء نتواصل معكم أيضا في قهوة الصباح، ننتقل بكم إلى فقرة قهوة وفكرة، وبعدها لنا عودة من جديد، كونوا معنا.